هل صحيح بأن من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو ليلتها 100 مرة غفر له 80 سنة وقضي له 100 حاجة ووكل الله به ملكا حين يدفن يبشره؟ ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ولكنها تتأكد في أوقات، ومنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأما ترتيب هذه الأمور أنه يغفر له 80 سنة وأنه إلى آخره، فهذه لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. نعم.